بسم الله الرحمن الرحيم أنتو أي تاريخ تطهي تضبي اللباتن كي بشي لحال لباكن يكو يلباتن أنا جو أقدميها محكمة دعيدة مدى غلب كسيدا يدن بيضا علوس وكيل نوغا وسارة عدالة وكيل أن سديد إيا طبعا كي حكوماني والله جو حكومي دلك توغشدا وحسيت وناكسن أي يود عضي دلكينا ويلغوف لي هاوشونا سيونا أكسن بيوسو عطا ما إن شاء الله بانو لين نهي كوي أمد إسلام كاي أمد الصومالية دي أمد الرير بونت لان يانا ما الصومالية اللي بيشري وحوية حقي بالله فجيي وانا للايي ما إن شاء الله بانو لين نهي بسم الله الرحمن الرحيم ما أنتو أي تاريخ دوتاين تدوي لباتن كجون وحال فولي سيدي طبعا كي حكوماني وها خوارجكي بني سنة سيدات كي ليقودة سيدة أرحم دانا دا أولي نيسي ayaga dhuma shee wax ku dilayeen laakiin dawladdu waxay u dishay si bareer ah nimanka dhumashada wax ku dilaa waxaan oran lahayn dadka shacabka reer Puntland gaar ahaan gobolka Mudug waa tuug dhumanaya war hooyba ku filan hadda kadib ha ka baqina waay ciistaas arxan darada dadka u dishay tuugnimada ku dilaysa bismillaahir rahmaanir rahiim waxa ilaahay mahadii ah maanta halkaan inay ka dhacday qisaas qisaastaas oo haystay 12kii xukuumadda تي توانك حكومه يكون حكومنا دلك التوشدا وبروسيس كود مدو سو سوداي محكمتين او دمادين ان انا وكيل او نكوني دوله بنتلان ومدحوينه او هريو محكمه سرع عيدمدا هي شعب ويري اي دبت او غيستين هي عيدمدا دوله بنتلان قيبودا كلا دوان ان ساك هلكا كفشي وحان اماد علينينا سوي رو ماد علينا عيدا كي أجر كاش قيستي وعمل كاخير كبدن قبتي ووكيل كرسمي كان عن نقضي وعمبر كيسن وسيد لوت رجال شقلا وقبتي وحنو شيء جينا قف كستي وكيف كره أمد عن دي جدين وتعدي وحود ما يس سيد عصو كله مرة وعبنا إنه سيد وخريا وحلم ودين يا لتكتين وحن أقنا تضبطن ووين وضيال oo ganacsato leh oo cid kasta leh oo howlahaas ku lug leh ama ka soo shaqeyn jiray cid aanu deynayna ma jidho waxaan wax ku dilaynaa sharci iyo si dadban labadaba aad iyo aad baan mar labaad iyo mar saddexaad ugu mahadcelinaynaa ciidamada kala duwan ee qaybaha ee kala ah kuwaas oo xil saaraa fulinta amarka hawsha tan qaybta koowaad ee ciidanka daraawiishta qaybta lixdabaad ee ciidanka daraawiishta qaybta booliska gobolka Mudug iyo qaybta asluubta gobolka Mudug si weyn bay shaqadooda uga soo baxeen waxaan u rajaynaynaa ilaahay inuu wax khayr siiyo iyaga iyo saraakiisha xukumeysa iyo askarta dableyda caruurtooda iyo xaasaskooda